عبد الله بن فهيدان المري بناموس نسناس بالشوط الرئيسي. تهانينا والناموس. شوطنا الثالث بصوت الزميل عبد العزيز العطوي، له الكلمة ولكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق 17 من شهر فبراير لعام 2023 من الميلادي، حيث نأتي في هذا الصباح، في هذا الصباح المبارك، في انطلاقة وتحديات سن الثنايا، سن الكبار، ويا محل الرقص مع الكبار، يا محل المتعة والإثارة دائما مع هذا السن، سن المتعة والإثارة، سن القوة والتحمل. انطلق على بركة الله شوطنا الثالث والخاص بسن الابكار الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. اسماء حضرت فحضر معها الابداع دائما. انطلقت هذه الشعارات. ابدا بداية مع مقدمة الشوط مع أول الأسماء لكي يتابع من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات القادمة. جبارة لناصر بن عمير بن ناصر الرمزان النعيمي، من يقدم لنا جبارة على مستوى المركز الأول. الدور دور المركز الثاني ليتابع وأراقب في هذه اللحظات القادمة والحاضرة بشعارها الحاضرة. بث لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يقدم لنا بث في هذه الانطلاقة، يقدم لنا شعاره العريق، يقدم لنا شعاره الكبير دائما على الرموز والخطير دائما على السيوف. كينج السيوف يتقدم على المركز الثاني، يقدم لنا الأسطورة، هذه صاحبة الإنجازات. بينما المركز الثالث أتابع الحاضرة والواصلة القادمة والمتقدمة على المركز الثالث، هنالك خدلة لمحمد بن عبد الله بن علي ألف ألف هيده المري، من يقدم لنا خدلة على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع أرحب وأتابع بقدوم بن حبيبة بن حبيبة بن حبيبة، من يقدم لنا طواري ملحان بن راشد بن حبيبة المري، مقدم لنا طواري. هنا يتقدم من المركز الرابع إلى المركز الثالث، المركز الخامس. أتابع الأسماء، أتابع الشعارات الحاضرة. غارة، من شنت الغارة وانطلقت على المركز الخامس لعبد الله بن سعيد بن محمد الروم القحطاني، ولكن أتابع الانطلاق والتسلل من الجانب الآخر. هنا بشعار البطل بن جبران يتقدم ويقدم لنا ترف في هذه الانطلاقة. سالم بن جابر بن محسن بن جبران الجربوعي المري، من يدفع لنا بانطلاقة ترف على المركز الخامس. تسلل الترف إلى المركز الثالث مباشرة. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمسة الأسماء الأولى، للخمسة المراكز المتقدمة في هذه الانطلاقة.
وفي هذا السباق السباق المحلي السابع الذي هنا ينطلق والذي هو ما قبل الختام ما قبل المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوب الجميع. هنا يصل في هذه اللحظات ما هي إلا أيام قليلة ما هي إلا أيام وأيام معدودة تفصلنا عن ذلك المهرجان مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. أعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى المركز الأول أعود إلى أول الأسماء إلى في هذه اللحظات انطلاقة وتحديات جبارة جبارة يا بن عمير ناصر بن عمير بن ناصر الرمزان النعيمي من يقدم لنا جبارة على المركز الأول. المركز الثاني أتابع وأراقب الحاضرة بث هي القادمة بشعار كنغ السيوف بشعار الرجل الأنيق بشعار سبيشل ون دائما في عالم السيوف دائما في عالم الأشواط الكبرى والأشواط الصعبة التي يعرف طريقها هذا الرجل ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم لنا بث على المركز الثاني. المركز الثالث يتسلل البطل يتقدم البطل لينطلق بن جبران مقدم لنا ترف سالم بن جابر بن محسن بن جبران الجربوعي المري مقدم لنا شعاره المرصع والملي بالنجوم يتقدم على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع لأتابع القادمة والحاضرة في هذه اللحظات تتقدم على المركز الرابع هنا انطلاقة وتحديات طواري ملحان 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 بن راشد بن حبيبة المري من يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره. هنا يتقدم ملحان بن راشد بن حبيبة المري أحد المصارعين المخضرمين القدامى في عالم الأصالة يتقدم وينطلق مع هنا طواري على المركز الرابع. المركز الخامس من الواصلة والحاضرة على مستوى المركز الخامس غارة غارة لعبد الله بن سعيد بن محمد الروم المري مقدم لنا غارة على مستوى المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة الأسماء المنطلقة للخمسة النجوم الباحثين عن هذا الانتصار الباحثين عن هذا الشرف الكبير عن هذا الناموس المنتظر. العودة يا متابعينا وقد وصلنا إلى لوحة الثلاثة كيلومترات هي الفاصلة عن خط النهاية هي الفاصلة عن الفوز هي الفاصلة عن الناموس. بث من تحاول جاهدة لانتزاع المركز الأول انطلقت بث مع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم لنا بث على المركز الأول. غيرت في هذه اللحظات وانطلقت انطلاقة الكبار انطلاقاتها المعتادة التي عودت الجماهير بها دائما انطلقت بث وغيرت على مستوى المركز الأول. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات ترف ويتقدم بن جبران شيئا فشيء ينطلق البطل شيء فشيء ليتقدم ويتسلل إلى المركز الثاني. جاء سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري مقدم لنا ترف على مستوى المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث لأتابع
لأتابع شعار الرمزاني، لأتابع شعار النعيمي، من يصل ويقدم لنا جبار ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي. هنا يتقدم مع هذه البطلة، يقدم لنا شعار على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع الأسماء الحاضرة، أتابع الأسماء الواصلة والمتقدمة في هذه اللحظات، وصلت وانطلقت. مرحبا يا حربة، مرحبا يا الجنرال. هنا عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني يقدم لنا حربة على مستوى المركز الرابع، يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس طواري يا طواري وملحان بن راشد بن حبيبة، من يقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقة وتحديات. طواري على المركز الخامس، ولكن العودة إلى مقدمة الأسماء، العودة إلى الثلاثية الرهيبة، العودة إلى الثلاثية الكبيرة. بث من على المركز الأول، بث على المركز الأول في بث مباشر على قناة الريان، ومع من؟ وبشعار من؟ بشعار أنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. انطلقت بث مع أول الأسماء، ولكن جبارة على ثاني المراكز مع ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي، من يقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقة وتحركات جبارة. المركز الثالث ترف من تصل على المركز الثالث، تتقدم بشعار بن جبران، من يتقدم وينطلق على ثالث الأسماء، ولكن بث يا الأنيق، بث يسبش الون، بث يا أنيق السيوف، يا كنق السيوف، يا من تعشق الصدارة دائما، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ولكن انطلق الترف من الجانب الآخر لينتفض البطل بن جبران، قدم البطل بن جبران. هنا مع ترف جاء سالم جابر بن سالم، هنا يتقدم سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، مقدم لنا ترف على المركز الثاني، ولكن شعار الأنيق، الشعار الذي اعتاد على انتزاع الرموز، على انتزاع الفضة، على انتزاع السيوف، يقدم لنا بث في بث كبير، في بث هوائي مباشر. ما شاء الله وتبارك الله، لم تصدر عليها الأوامر، ترف تحاول من الجانب الآخر، ولكن بث صاحبة الأمجاد وصاحبة الإنجازات مع المركز الأول منتزعة هذا الانتصار الكبير. سلام يا المسند، سلام، تهانينا وألف مبروك لعبنا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثاني وصلت على ثاني الأسماء، ترف لسالم بن جابر بن محسن بن جبران الجربوعي المري، قدمت الأداء الممتاز والذي تشكر عليه، بينما جاءت في المركز الثالث جبارة لناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي. المركز الرابع حربة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الخامس كان الحضور مع طواري لملحان بن راشد بن حبيب المري. إذن تهانينا والناموس للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وإلى من قدم لنا بث المغامر دائما سعيد بن بطي الزعبي، بدون أوامر بدون أي تعليمات، 12 دقيقة 50 ثانية 29 جزءا من الثواني. سلام يا المسند، سلام. بينما جاءت في المركز الثاني ترف لسالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، 12 دقيقة 50 ثانية و 67 جزء من الثواني، تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول مع جبارة لناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي،
12 دقيقة 53 ثانية و 43 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح.